متداولين الأعزاء، مرحبا بكم. إليكم ملخص يوم الخميس عن أسواق العملات. الدولار الأمريكي هو العملة الأقوى على الإطلاق، في حين أن اليورو والجنيه البريطاني ضعيفان جدا حاليا. قام زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بالاختراق بقوة ما دون مستوى 1,100 لكي يصل إلى أدنى مستوى له خلال عامين بعد إعلان الأمس باللجنة FOMC. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني تصاعديا أكثر بعد الاختراق إلى أعلى مستوى له خلال شهرين فوق المقاومة السابقة عند مستوى 109.7. زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي تنازليا جدا بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عامين اليوم عند مستوى 1,200. هذا هو تقريرنا لهذا اليوم. طاب نهاركم، نلقاكم غداً.